نروح لشاهد. شاهد الموسم كان صعب شويه السنه دي، طبعا كان في تضحيات منكم كلعيبه، يعني انتوا كلعيبه اكيد المكسب ده ما جاش من فراغ، اكيد ضحيتوا ان انتوا فرغتوا نفسكم، اكيد ضحيتوا ان انتوا كان كل لعيبه ممكن يبقى عندها مشكله، اللي عندها كدمه في رجليها، عندها حاجه في ركبتها، وكان كل اللاعبات. انت على المستوى الشخصي ايه اللي انت حاسه ضحيتي بيه عشان نقدر نوصل للمكسب ده؟ انت انا بكلمك كنت بتتخيلي او بتتذكري الموسم، كلميني انت على مستواك الشخصي ايه اللي ضحيتي بيه، ايه اللي انت عملتيه عشان نوصل للانجاز ده؟ انا قلت دلوقتي بابايا ومامتي في البيت لما ارجع هقول ان انا ضحيت بالشغل يعني. فعلا في فتره يعني كان الشغل ممكن يعني كان اسباب تانية، بس منهم اسباب برضو الهاندبول، انت عايزه تتفرغي للفرقه وان انا عايزه اركز في الهاندبول شويه. برافو. فضحيت بصراحه للشغل، والفرقه صراحه كله بيضحي يعني، كل الناس جايه على الشغل، وفي ناس بتيجي على اصابتها وبتيجي على وقت الراحه بتاعها وعلى خروجها، كله بيضحي بصراحه. ربنا كافئك يعني، الحمد لله ربنا كافئكم النهارده بدوري وكاس وثالث سوبر افريقي وثالث بطوله افريقيا ابطال الكؤوس، فده حاجه اكيد ربنا كافئكم بيها يعني. لا طبعا يعني بنقعد نفكر، نقعد نقول مثلا احنا ليه مثلا الفرقه دي خدت اجازه، الفرقه دي مريحين، بس بنيجي في الاخر بنقول ده الفرق بيننا وبين الفرق الثانيه، ان ربنا في الاخر احنا بنكسب وفي حته ثانيه غير كل الفرق. طيب انا بحس يا شادي بامانه ان انتوا متماسكين، ان انتوا روحكم حلوه مع بعض، انا بتابع الماتشات من وقت للتاني، هو للاسف مش ما بنقدرش نذيع لان الاتحاد ما بيرضاش يدخلنا نذيع المباريات، ولكن انا بتكلم انه بنتابع من خلال السوشيال ميديا موقع الاتحاد، بنلاقي في روح على البنش عاليه جدا، بتعرف الفرقه من روحها اللي على البنش. من وجهه نظرك يعني سر الروح دي ايه؟ ان كلنا بنلم بعض، مفيش فرق بين كبير وصغير، ان الكبير بيشد الصغير، كلنا مع بعض، كلنا اصحاب بره الملعب وجوه الملعب، فهو ده اللي بيفرق. كلنا عايزين في الاخر ان احنا نكسب، مش ان هو دي تبقى احسن واحده في الماتش ودي احسن واحده في الماتش، كلنا عايزين في الاخر حاجه، هدف واحد وعندنا هدف بنسعى ليه، وهو ان احنا نكسب وناخد دايما المركز الاول. طب شاهد هكلمك على يعني على نقطه معينه كده، يمكن الكتير مش هيفهمها غير اللي انتمى للنادي الاهلي او اللي بيشجع النادي الاهلي. الدوري اتحسم قبل النهايه بماتشين تقريبا، احنا لعبنا ماتش سموحه كسبناه خلاص الدوري مش هنلعب، يعني بصرف النظر عن ماتشنا مع الشمس وماتشنا مع الزمالك. انا فاكر يعني انا معلش انا اسف اعذروني لو فلت مني اسم، لانه انا بتابع كل الالعاب فممكن يعني نادي او حاجه. فمع ذلك انا يعني سمعت واتقال لي ان كابتن محمد عادل قال لكم ما فيش حاجه اسمها خدنا الدوري، لازم نفنش الدوري كاسبين المباريتين. كلميني عن ما بعد سموحه للمباريتين لغايه ما توجنا في الدوري في قلب ملعبنا. كلميني عن اليومين دول. طبعا الكابتن اتكلم معانا في النقطه دي عشان ما ينفعش نفرح بزياده واحنا عندنا تاني يوم ماتش وعلى ارضنا في صالتنا، ما ينفعش ان احنا نخسر سواء من شمس او من زمالك او من اي حد على ارضنا حتى لو كسبنا الدوري. فالكابتن طبعا اتكلم معانا في النقطه دي وازاي نلم نفسنا ونلم بعض بعد الماتش، وكمان احنا اتكلمنا مع بعض قلنا ان احنا ما ينفعش نخسر على ارضنا ولازم نفنش الدوري، ان احنا كسبانين كل الماتشات، ما نجيش ماتش تحصيل حاصل في الاخر هو اللي ضايقنا، وعلى ارضنا في وسط معانا اعضاء مجلس اداره ونتضايق واحنا في النادي بتاعنا. وما ينفعش النادي الاهلي مسؤولية. ما ينفعش النادي الاهلي يخسر ماتش وهو اوريدي كسبان الدوري، فمش هيجي ماتش هو اللي هيضايقنا. وده اداكوا اريحيه نوعا ما، اعصابكم مش مضغوطه، انتوا خلاص كاسبين الدوري، ولكن عندكم لعب بقى بالرايق، عشان كده الماتشين دول اتعملوا حلو جدا. صح يا كابتن، الماتشين دول اتعملوا كانش فيه ضغوط فعلا، لان انت خلاص تحررت من الضغوط، بس في مسؤوليه. مظبوط. انت النهارده عندك حاجتين كويسين، عندك مسؤوليه ان انت راجل بتمثل النادي الاهلي ما ينفعش اخسر حتى لو واخد البطوله، الحاجه الثانيه تحررت من الضغوط، انت مش مضغوط. طيب انت على المستوى الشخصي احسن ماتش لعبتيه السنه دي تفتكري؟ في دوري في كل المباريات اي ان شاء الله، لو ماتش ودي قولي لي ايه اللي لعبتيه كويس. بحب السيمي فاينل افريقيا الاخير بتاع ابطال الكؤوس ولا السوبر؟ لا الكؤوس. الكؤوس وماتش الثالث والرابع بتاع السوبر مع طيب. دي جي اس بي. طيب فاكره لعبتيهم كويس ليه؟ ايه السبب ان انت لعبتيهم كويس؟ بنكون محضرين كويس قوي للماتش وروح الفرقه وبنتكلم مع بعض وبنشيل بعض في الملعب، فدي اهم حاجه بصراحه. برافو. انا حاسس بطاقه ايجابيه منك، واوعي تزعلي، الشغل هيجي وهيجي 100 مره. المهم بطوله الدوري والكاس مع النادي الاهلي طبعا، اكيد مش هتتعوض تاني.